احنا فريق الاطرش. عنا ام سي ام سي تشينو جون عماد نصر ام سي ام غسان خيا انا اف زي. اسمنا فريق الاطرش لانه يمكن من سنتين 2008 او اخر اواخر 2007 اجتمعنا كلنا سوا واللي هي الفريق الاطرش الحالي. هو باند راب باللغه العربيه معظم اغانينا. نحن بنعتبر حالنا جزء من هالمجتمع من الشباب والناس اللي اكبر سنا يعني عم يجربوا يعملوا موسيقى نوعا ما بديله. ما عم نجرب نقلد حدا بالعكس، بس انه لقينا انه هيدي الطريقه اسهل طريقه لنا انه نحن كشباب كمان نقدر نعبر فيها. نطلع نعمل اللي علينا الباقي عليهم ان شاء الله خير. انا حاسس انه حيقبلوني. ايه انا واثق. فريق الاطرش. فريق الاطرش ولا الفريق الاطرش؟ لا فريق الاطرش. هلا من وين انتم؟ بنلعبوا على الفريق من لبنان. هلا انتوا بتلعبوا ان بابليك، بتلعبوا مع ناس وهيك؟ يس دائما يعني صرنا سنتين يعني. مثل ما نحن هلا صرنا سنتين. صرتوا سنتين مع بعض؟ مع بعض. يلا سمعونا. سيداتي السادتي مستمعين الطرش نقدم لكم فريق الأطرش. انت مع دي جي اف زي اهلا وسهلا يا هلا. انت هلا بالسهره ويابا عازم قاد وحنا في فتره النظره انتهت وانا رجال فايد ارتجال اكتر من مره من قبل ما بتمرن بس مره عن مره بدي برهد المرض على الورق او لما برتجل برا بالشارع على الشاطئ على الطرف الجبل وين ما كان كون ان شاء الله مكان كون احيان بيفوت بالاذن وبيفرش الطول وانا فز على البيت على ام سيز مش الدليفريز وقعوا كانه القطش الكبل فتت لحسن وضعهم وقد ما بزقت تشتشت الناشن هيك عم بنشرهم عرضهم شفتهم حلقهم وخفف لهم حكي وانا بفيت من الشعر كاني عم بشط شعرهم وانا منشط لمشط اللي بعدهم ايه واللي بعد بعد بعدهم جبت احرق لكل اثنين مع بعضهم زلهم كيف يلبقوا كل سطرين مع بعضهم بعض الامسيز وفي اللي عم بيت مع بعضهم لدرجه ان شعبهم بطل يتسمع فريق انطوش من الضج انفرش نصر سد دينين بيش جيتاره بالارض طبش لهيك مبلون العالم اللي بتقول عن راب قرف شكلهم بعد ما سمعوا شو انتج فريق الاطرش اطرش اطرش فريق الاطرش اطرش Thank you.